اتق الله حيثما كنت، وأتبع السيئة الحسنة تمحها، وخالق الناس بخلق حسن. حديث نبوي شريف يوصي المؤمنين بوصايا ثلاث: تقوى الله، والمسارعة إلى التوبة بعد كل ذنب، ومعاملة الناس بخلق حسن. الحديث مجمل وبليغ، أوجز في بضع كلمات خيرا عظيمة فيه خير الدنيا والآخرة. اتق الله حيثما كنت. التقوى اسم من التقى، وهي من الوقاية، أي حفظ الشيء مما يؤذيه ويضره. وتقوى الله تكون باستشعار مراقبته واستحضار عظمته وتذكر أوامره ونواهيه، فيجعل العبد بينه وبين ربه وقاية تحميه من سخطه وتمنع عنه عذابه. أتبع السيئة الحسنة تمحها، أي يبذل الحسنة بعد كل سيئة، وفي ذلك مجاهدة للنفس على ترك محارم الله والوقوف عند حدوده. ومن عظيم عمل المؤمن المبادرة بالتوبة عقب كل ذنب، فالحسنة في الحديث إنما يقصد بها التوبة. يقول تعالى: إن الحسنات يذهبن السيئات. خالق الناس بخلق حسن، أي واجه الناس بطلاقة الوجه والبر إليهم، وكف الأذى عنهم. وقيل أن تضع نفسك مكان غيرك، فلا ترتضي له إلا ما ترتضيه لنفسك من الخلق الحسن وسعة الحلم والقول الجميل المؤنس. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن من أحبكم إلي وأقربكم مني مجلسا يوم القيامة أحاسنكم أخلاقا.